منذ اندلاع الحرب في اليمن قادت سلطنة عمان حراكا دبلوماسيا مكثفا بهدف إنهائها وإحلال السلام، واستضافت العديد من اللقاءات المشتركة بين الأطراف المتنازعة بمشاركة أممية ودولية للتقريب بين وجهات نظرهما، كما دفعت بوفودها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للتوسط لدى قيادات جماعة الحوثي في أكثر من مرة. بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية عبر الاستضافة المباشرة، أرسلت سلطنة عمان أول وفودها إلى صنعاء في 5 يونيو عام 2021، وعقد الوفد مباحثات مع مسؤولين حوثيين حول سبل حل الأزمة. استمرت الجهود العمانية لإنهاء الحرب في اليمن، ففي 25 أبريل عام 2022 عقب توقيع الهدنة الأممية بأيام قليلة، وصل وفد عماني للمرة الثانية إلى صنعاء والتقى قيادات جماعة الحوثي لبحث سبل استقرارها والبناء عليها. أعقبت تلك الزيارة زيارة أخرى في 31 يوليو من العام ذاته إلى العاصمة صنعاء، وبحث الوفد العماني مع قيادة الحوثيين تطورات الهدنة والمقترحات التي قدمها المبعوث الأممي لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية. وفي 24 ديسمبر عام 2022 وصل وفد عماني إلى صنعاء لبحث المستجدات والتطورات بالعملية السياسية في ثالث زيارة خلال عام واحد. وفي زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر، وصل وفد عماني إلى صنعاء في 10 يناير 2023 في إطار وساطة السلطنة بين الحوثيين والسعودية. توجت تلك الجهود بزيارة قام بها وفد عماني رفقة وفد سعودي إلى صنعاء في 8 أبريل 2023 في حدث حقق اختراقا نوعيا في الأزمة وقوبل بإشادات دولية وشعبية واسعة. وبعد الانسداد الذي وصلت إليه المباحثات بين الحوثيين والسعوديين، وصل وفد عماني إلى العاصمة صنعاء في 17 أغسطس 2023 لبحث سبل تحريكها والدفع بعملية السلام في البلاد.